عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله اليوم في بثنا اللي بعنوان قوي قلبك. من العنوان مبين ان احنا بنتكلم عن صحة القلب وطرق الوقاية من امراض القلب والتغذية الصديقة لصحة القلب، او في حال كان عندنا بوادر لأي نوع من انواع امراض الدم. بنتكلم بشكل عام عن الامراض اللي قد تصيب القلب واسبابها، وبنتكلم عن طرق الوقاية والتغذية السليمة ان شاء الله. طبعا اول شيء احب اعرف بوظيفة واهمية القلب في جسم الانسان. طبعا القلب يعتبر اهم عضو في من اعضاء جسم الانسان، وهو المسؤول عن بقاء الانسان على قيد الحياة من خلال شو؟ ضخ الدم المزود بالاكسجين، من الاكسجين اللي هنا من عملية التنفس، ويمر في الاوردة الدموية في الجسم ليوصل الدم اللي فيه أكسجين لباقي أعضاء الجسم لإتمام وإكمال العمليات الحيوية وبقاء الإنسان على قيد الحياة. طبعا هذه الأوردة الدموية اللي يمر من خلالها الدم اللي فيه الأكسجين، إذا كانت عندنا معطلة أو كان فيها تراكم في الدهون، أو كانت عندنا فيها انسدادات بسبب تراكمات الدهون على مر السنوات، فعندنا شو بيستوي؟ ضخ الدم بيكون صعب، وممكن الدم ما يمر في بعض الأوردة الدموية هذه بسبب لنا جهد للقلب، فبالتالي نحن عندنا ممكن تحصل الكثير من المشاكل اللي تصاحب هذا الأمر، مثل ارتفاع ضغط الدم، الذبحات الصدرية، والجلطات الدموية اللي قد تحصل بسبب انسداد هذه الشرايين أو الأوردة الدموية وغيرها من الأمراض. وطبعا بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية، أكدت أن أمراض القلب من أشهر أسباب الوفاة في العالم. فمن هذا المنطلق حرصنا أن نحن نوعي المجتمع بأهمية المحافظة على صحة القلب، يعني للاستمتاع بحياة سعيدة سليمة خالية من الأمراض، والاستمتاع بالصحة جيدة كذلك. أول شيء بنتكلم عن أسباب الإصابة بأمراض القلب، يعني شو عوامل الخطر اللي ترفع نسبة إصابة الشخص بأمراض القلب بشكل عام. عندنا من أهم النقاط اللي هي التقدم في العمر، التاريخ العائلي لأمراض القلب أحيانا يكون أحد الأسباب، في أغلب خلينا نقول الأحيان النظام الغذائي الغني بالدهون الضارة وفقيرة بالمكونات الغذائية الأساسية يعتبر هو المسبب الأساسي لأمراض القلب. وعندنا كذلك ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، والإصابة بمرض السكري، زيادة الوزن، عدم ممارسة النشاط البدني أو الرياضة نهائيا، التوتر المستمر. في بعض الناس ممكن يستغربون كيف التوتر ممكن يسبب عندنا أمراض للقلب، لكن فعلا هو مرتبط، التوتر مرتبط بصحة القلب، لأن في بعض حالات التوتر ترفع عندنا نبضات القلب أو تنزل نبضات القلب بطريقة غير منتظمة، فبالتالي عندنا تتطور عندنا مشاكل، تصبح مشاكل في عضلات القلب. وكذلك يعني التوتر مو بشرط التوتر اللي بس جاي من العمل مثلا، ممكن حتى التوتر اللي يصيب الإنسان بسبب ظروف الحياة، احنا لازم نحاول ان احنا نسيطر على هذا الامر. بعد ما تعرفنا على الاسباب بشكل عام اللي تسبب لنا امراض القلب، لازم نعرف كيف نقاوم هذه الاسباب على اساس نحافظ على قلب قوي وسليم وخالي من الامراض. طرق الوقاية عندنا للتمتع بقلب سليم: المحافظة على النشاط البدني باستمرار. النشاط البدني المقصود فيه الرياضة اللي أقصدها مو بالرياضة اللي نسويها على راحتنا بس لأن نحن مجبورين نحن نسوي رياضة، لا، الرياضة اللي نتكلم عنها الرياضة اللي عندنا ترفع نبضات القلب بشكل ملحوظ، أساس إن هي تعطينا الفائدة المرجوة من الرياضة. زين، كم عدد الأيام اللي لازم نمارس فيها الرياضة؟ على الأقل 3 إلى 5 مرات في الأسبوع لمدة لا تقل عن 30 دقيقة إلى ساعة. طبعا كل واحد على حسب مستوى الرياضي. انزين، شو من انواع الرياضات اللي دائما تسمعون عنها
تقدرون تكتبوا لي في الكومنت تحت شو انواع الرياضات اللي دائما تسمعون عنها يقول لكم امشوا، او مثلا سووا هالرياضه بتساعدكم ان انتم تقوون قلبكم او غيره. اغلبنا نسمع عن اعتقد المشي، يقول امشوا عشان تقوون صحتكم عشان تستفيدون. انا ما اعترض، ما اعارض نقطه ان المشي يساعد على صحة القلب، لكن طريقة المشي هي اللي تحدد لنا يعني الفائدة اللي نحن بناخذها من المشي. إذا كنا نمشي على الراحات بطريقة مقطعة، مش بطريقة يعني مستمرة تساعدنا على أن نحن نرفع نبضات قلبنا، بعد 10 دقائق مستوى النبض نفس ما هو ما تغير، ما حسينا بتعب، إحنا هنا ما استفدنا. لكن إذا كنا نمشي مشي رياضي سريع يتخلى لفترات من الهرولة لرفع نبضات القلب، هني أنا استفدت من المشي. في واحدة من المشاهدين كتبت الهيت، تمارين الهيت اللي هي هاي انتنسيتي ترينينج أو تمارين عالية الشدة. طبعا هذه التمارين جدا يعني مفيدة بشكل جدا كبير، لأنها ترفع نبضات القلب بشكل ملحوظ في فترة زمنية قصيرة، فبالتالي حتى اللي مارسوها أو اللي جربوها بيلاحظون عندهم خسارة الدهون بشكل واضح خلال يعني من عقب فترة من ممارستهم لهذا الرياضة، طبعا مع الالتزام بنظام غذائي. النقطة الثانية المهمة في من طرق الوقاية اللي هي اتباع نظام غذائي متوازن ومتكامل، بنتكلم عنه بعدين بالتفصيل. عندنا بعد الابتعاد عن التدخين، طبعا هذا معروف والأغلب يعرفه، بس النقطة الثانية الأهم الابتعاد عن المدخنين. يعني إذا احنا كنا ياسين في مكان وفيه شخص يدخن، المفروض أن نحن نبتعد عنه، لأن هذا التدخين السلبي اللي يجينا من الأشخاص الثانيين أكثر ضرر من التدخين نفسه، وممكن يعطينا حتى نفس أضرار التدخين. فالأفضل أن احنا نتجنب أن نجلس ويا الأشخاص خلال فترة التدخين أو الأشخاص المدخنين مثلا إذا كنا يعني نقدر. وعندنا الحلول الأخرى لهذه المسألة أن نخصص أماكن خاصة للتدخين بحيث أن الأشخاص الثانيين يتجنبون الدخان المنبعث من عملية التدخين. السيطرة والتحكم على التوتر المستمر اللي ممكن يصادف الإنسان. التوتر مثل ما ذكرت ممكن ناجم عن ظروف الحياة وظروف العمل مثلا، بس كيف نقدر نتحكم في التوتر؟ اذكروا لي اسباب ممكن او يعني طرق التحكم في التوتر والسيطرة عليه. شو من الافكار اللي عندكم؟ اكتبوا لي في الكومنت. مريم تقول اكبر مشكلة النظام الغذائي، ان شاء الله بنتطرق له بالتفصيل تحت. شو من افكار عندكم للسيطرة والتحكم في التوتر؟ شو تسوون عشان تقللون من نسبة التوتر؟ ابغي مشاركات. حياكم الله اللي انضموا لنا قبل شوي. انزين الظاهر اوكي، في حد قال الرياضة. شو بعد؟ الرياضة طبعا تساعد على التقليل من التوتر بشكل ملحوظ. ريحة اللافندر تخفف التوتر. طبعا عندنا اللافندر او الزيوت الاساسية مثل الزيوت العطرية، بعد في انواع منها تساعد على التقليل من التوتر. كتبوا لنا الرياضة قلناها، اليوغا أو الاسترخاء، طبعا هذه تخفف مستويات التوتر والكورتيزول في الجسم بشكل ملحوظ جدا. القراءة ممكن أو ممارسة أي هواية فيها هدوء وسكون شوية تساعدنا أن هي تنزل التوتر. طبعا المجال مفتوح للتأمل في المناطق الطبيعية والأماكن المفتوحة طبعا أكيد تساعد على تخفيف التوتر بشكل ملحوظ. وفي ناس كتبوا بعد النوم، طبعا الشخص اذا ما كان نومه منتظم او ما كان راقد لمدة ساعات كافية طبيعي بترتفع عنده مستويات التوتر او نسبة الكورتيزول في الجسم بدون ما يحس، فهو بيكون دائما يشعر بتوتر بس ما بعرف هو شو اللي يحس فيه. فلازم نحافظ على ساعات نوم كافية. السفر اكيد يعني سفر ما في اثنين يختلفون عليه انه يساعدنا على التخفيف من ضغوطات الحياة بشكل عام، فتغيير المكان
الخروج لمناطق طبيعية كلها تساعد. الحين الجو استوى بدأ يعتدل، نقدر نطلع أماكن طبيعية جبلية، أماكن مفتوحة بعيد عن ضجة المدينة وضجة المراكز التجارية، كلها تساعدنا في أن نحن نقلل من مستويات التوتر اللي نحس فيها. السباحة فعلا، السباحة يعني نوع من أنواع الرياضة اللي ممكن نمارسها عساس نقلل من التوتر. الشوكولات لا مريم، أنا ما أتفق وياك إلا إذا كنتي تقصدين الدارك شوكولات، أوكي ممكن أوافق الرأي. إنزين، هذه بعض الأمور اللي ناقشناها من خلال الوقاية من أمراض القلب. خلينا ننتقل حق الأمر المهم والرئيسي اللي الأغلب مثل ما ذكروا في البداية أنهم يعانون منه، النظام الغذائي. النظام الغذائي اللي بنتكلم عنه اليوم صديق للقلب، يحتوي على مكونات وعناصر غذائية رئيسية لازم نحرص ان نحنا نتناولها عساس نحافظ على قلب صحي. عندكم فكرة شو انواع الاغذية اللي دايما تسمعون عنها تساعد على صحة القلب؟ تقدرون تشاركوني في الكومنت تحت عساس نتبادل الافكار واشوف معلوماتكم. انزين، ببدأ لين أتفكرون في أول أو أهم مكون من مكونات النظام الغذائي الصديق للقلب. طبعاً أول ما بقول شو هالمكون الكل بيستغرب، بيقول أنت تقولين عكس هذا الكلام. الدهون، الدهون الصحية بالتحديد من أهم مكونات الغذاء الصحي الصديق للقلب، اللي هو من يعني أمثلة على الدهون الصحية اللي أتكلم عنها عندنا زيت الزيتون، الأفوكادو، بذور الكتان، بذور الشيا، والدهون اللي تي من الأسماك اللي هي تحتوي غنية بالأوميغا 3، والمكسرات كذلك كلها تساعد وتخفض من نسبة إصابة الشخص بأمراض القلب بشكل ملحوظ وبنسب كبيرة مثل ما وضحت لنا الكثير من الدراسات. الدهون الغير مشبعة طبعا لازم نتجنبها، اللي احنا نتكلم عنها دهون الأسماك. نعم، الدهون المشبعة اللي هي أكثر الحلويات والشوكولات مثل ما ذكرت مريم أنها تحب تأكل الشوكولات، هذه كلها أغذية غنية بالدهون الضارة واللي نحن ما نحتاجها، فنحاول ناخذ الدهون من مصادرها الطبيعية عساس أن نحن نستفيد من فائدتها، نستفيد منها. عندنا النقطة الثانية اللي هي عائلة التوت، الفراولة، التوت الأحمر، الأسود، وكذلك عندنا التوت الأزرق غنية بمضادات الأكسدة. والشيء الغريب شرب عصائر التوت الطبيعية اللي يعني محضرة طازجة بدون السكر تساعد على خفض نسب الكوليسترول الضار في الدم بشكل ملحوظ. طبعا ما نشتري المعلب، نحن المفروض نسوي هاي العصاير في البيت بدون ما نضيف لها سكر طبعا عساس ناخذ الفايدة كاملة. والنقطة الثانية مثل ما ذكر احد المشاركين عندنا الخضروات بشكل عام، بالتحديد الخضروات الورقية اللي يمكن الاغلب يستهين في تناولها او يتكاسل، خلينا نقول مثل السبانخ، الخس، الكيل وغيرها من الخضروات الورقية. تعتبر هذه الخضروات الورقية غنية بفيتامين كي. فيتامين كي شو يسوي؟ يساعد على حماية الشرايين والأوردة الدموية ويعزز تخثر الدم السليم، يعني يخلي سيولة الدم طبيعية ويساعد هذه الأوردة أنها تتم صحية ويقلل من تصلبها كذلك. وبالإضافة لأن هاي الخضروات تحتوي على فيتامين كي فإن فيها معادن تساعد على خفض ارتفاع أو مستوى ضغط الدم إذا كان الأشخاص يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يقلل مثل ما ذكرنا تصلب الشرايين، يحسن عمل الخلايا في المبطنة بها الأوردة الدموية، الخلايا الموجودة في الأوردة هذه، ويقلل عندنا طبعا نسبة الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير. في بعد شيء ثاني مهم يمكن نحن ما عدنا هذه الثقافة، وهي طبعا ثقافة جدا مهمة، اللي هي ان نحن نستبدل الأبيض بالأسمر،
الحبوب الكاملة اللي هي تكون منها الخبز الأسمر، الشوفان، الحنطة السوداء إذا كنتوا تعرفونها أو بحثوا عنها، الحنطة السوداء جدا مفيدة، الكينوا والعيش الأسمر كلها غنية بالألياف. زين الألياف شو فايدتها؟ الألياف مفيدة جدا في خفض الكوليسترول الضار في الجسم. الألياف يوم الجسم يعني تدخل عندنا في المعدة وتنهضم تستوي، تدخل في الأمعاء تستوي مثل الجلي. هذا الجلي مسؤول عن امتصاص هذه الدهون الضارة وتقليل مستواها في الدم، فمع الوقت أو تناولها بكميات كافية خلال اليوم يساعدنا أن نحن نقلل مستوى الكوليسترول الضار اللي يرفع عندنا الضغط ويسبب لنا أمراض ثانية. وبناء على دراسة استوت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الـ NCBI في الولايات المتحدة، ذكروا أن الأشخاص بناء على عدد من الدراسات، الأشخاص اللي يتناولون 3 حصص يعني 3 مرات حبوب كاملة، مثلا الصبح خبز أسمر خلينا نقول، على الغداء خذوا مثلا رز أسمر، أو وفي العشاء مثلا شربوا شوربة شوفان فلنفترض، أو أي نوع من هذه الأنواع اللي ذكرناها قبل شوي، فإن نسبة الإصابة بأمراض القلب تقل عندهم بنسبة 22%، والنسبة أبدا مو قليلة يعني جدا ملحوظة. والنقطة الثانية اللي ننتقل لها البقوليات. البقوليات طبعا بيزيد وزننا؟ لا ما بيزيد وزنك، انت بتاكلين 3 حصص من النشويات اللي تتكون من الحبوب الكاملة بناء على حاجة جسمك على حسب سعراتك الحرارية، تقسمينها 3 مرات او 3 يعني على 3 وجبات، او تقدرين مثلا تاخذين على الريوق 2 حصص، واحدة على الغداء والعشاء يكون بدون كربوهيدرات. الحصة الوحدة يعني إذا أنت بغيتي تهتمين أكثر على أساس السعرات، الحصة الوحدة من الكربوهيدرات لازم ما تزيد عن 80 سعرة حرارية تقريبا. الجرامات تختلف حسب إذا كان هو شريحة خبز مثلا أو سليس أو خبز، يفرق طبعا، يفرقون في الوزن. إذا كانت مكرونة أو عيش تختلف يعني، وحتى الشوفان. فأنت خذي الكمية اللي هي مثلا 80 سعرة حرارية 3 مرات في اليوم، ما بيزيد وزنك. فهذه حاجة الأشخاص يعني المتوسط، حاجة أغلب الأشخاص 3 حصص. البقوليات عندنا مثل الفاصوليا والعدس واللوبيا، والمشهور عندنا في الشارج الدنقو والفول، هذه من أهم الأغذية اللي تساعد على صحة القلب. الأسباب منها أنها بطيئة يعني الجسم يهضمها ببطء، فبالتالي شو يستعدنا؟ تساعدنا في زيادة نسبة البكتيريا النافعة في الأمعاء، وكذلك احتوائها على الألياف بشكل كبير، وتساعد على خفض مستوى بسبب وجود الألياف، تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم. الحين جينا عند الفقرة اللي تحبها مشاهدتنا مريم، الشوكولات عندنا اللي هي شوكولاتة الداكن أو الدارك شوكولات يعني المتعارف عليه، اللي طبعا يحتوي اللي ما يحتوي على سكر أو تكون نسبة السكر فيه أقل من 5 جرام، لازم نحرص على هذه النقطة. فهو غني بمضادات الأكسدة، مضادات الأكسدة بالتحديد الفلافونويد اللي هو يسهم في صحة القلب، وهو موجود في بعض كذلك أنواع أخرى من الأغذية. زين كم الكمية اللي لازم نتناولها من الدارك شوكولات عساس نستفيد من فايدتها؟ منو يقول لي كم مثلا جرام او كبر شو يعني الكمية اللي لازم نحن ناخذها؟ حد عنده فكرة كم كمية الدارك شوكولات اللي نقدر ناكلها عساس نستفيد منها؟ هل هي كبيرة ولا صغيرة ولا بسيطة، او ما ناكل شوكولات اصلا؟ حد عنده أي خلفية أو معلومات؟ حيا الله مشاهدينا اللي انضموا لنا قبل شوي. انزين أغششكم شوي، الكمية قطعتين. زين
في قطعتين هالكبر وفي قطعتين هالكبر، اي وحدة؟ ما تتحملين طعمه، بالعكس اذا تعودتي عليه ما بتقدرين تاكلين النوع الثاني. الصغار تقريبا 5 جرام. عشان اسهل عليكم، يكون القطعة الوحدة اللي هي عبارة عن تقريبا هذه نص الصبعين اللي عندكم، يعني كل واحد على حسب حجم ايده نص الصبعين، حطوا يعني القطعة هذه تكون هذه قطعة واحدة. فقطعتين في اليوم كافية، حتى القطعة يعني، لكن الموصى فيه قطعتين في اليوم، ما تزيد عن هذه الكمية عساس نحن ناخذ الفايدة من الشوكلت، الدارك شوكلت عفوا. واخر شيء حبيب اغلب البنات اللي هو الشاي الاخضر، اللي يتوقعون انه عقب ما ياكلون وجبات دسمه او وجبات كبيره او يخبصون خلال اليوم يتوقعون ان الشاي الاخضر بيمحي هذا كله. طبعا الشاي الاخضر نص اصبعين، نعم اشرب. الشاي الاخضر مفيد وله فوائد عديده، ويحتوي على مضادات الاكسده ويساعد في عمليه الهضم، لكنه ما يحرق الأكل. يعني هو ممكن يعزز لك عملية الهضم، يساعد في عملية الهضم يحسنها، لكنه مو بكفيل بحرق الدهون اللي أنت تناولتيها على مدار السنين أو المتراكمة. هو مجرد أنه يساعد في تعزيز، هو عامل مساعد. كيف أنت تساعدين نفسك في أن أنت تستفيدين من الشاي؟ من خلال اتباع نظام صحي من غذاء ورياضة، والشاي ممكن تدخلينه في اليوم. طبعا في وايد ناس يشربون الشاي الأخضر أو حتى الشاي الأحمر أو أي نوع من الأعشاب الأخرى ويضيفوا لها سكر. مجرد ما احنا ضفنا السكر على الشاي أو أي نوع من أنواع الأعشاب فإحنا خسرنا فايدته. الأفضل أن احنا نشربه بدون سكر. ممكن البعض يقول انه ممكن اضيف له محليات طبيعية، ممكن تضيفي له محليات طبيعية، بس كل ما انت خذتي بدون هذه الاضافات كل ما كانت النتيجة افضل. طبعا الشاي الاخضر يساعد عندنا يحسن عندنا عملية حساسية الانسولين اللي تسهم في معادلة او خلينا نقول امتصاص السكر في الجسم واستهلاكه واستخدامه كطاقة، يزيد من حساسيته في الدم، ويقلل فرص الإصابة بمرض السكري. لأن إذا كان عندنا الجسم ما يفرز أنسولين، أو الأنسولين نفسه اللي يفرز مش حساس لكمية السكر في الدم، فعندنا السكر بيتراكم وبينتج عنا إصابة بمرض السكر. الحين أترك المجال لكم للأسئلة في حال كان عندكم أي استفسار يخص موضوعنا اللي تكلمنا عنه، صحة القلب وعن الأغذية اللي تساعد في تحسين صحة القلب. المجال مفتوح لكم للأسئلة في حال كان عند حد عنده استفسار، سؤال يخص مثلا الأمور الوقائية من أمراض القلب أو التغذية مثلا، فتفضلوا اسألوني في الكومنت وبجاوبكم. ذكرت أنا في البداية اللي هو شرب عصير التوت لخفض مستوى الكوليسترول في الجسم. أحب أوضح أن العصير يكون خالي من السكر، يكون محضر في البيت، إحنا متأكدين أنه خالي من السكر، وما تزيد الكمية عن كوب اللي هو 240 ملي في اليوم، عساس إحنا نستفيد منه. لأن إحنا ما نبغي بعد ناخذ الفائدة لكن في المقابل نزيد السعرات الحرارية اللي نتناولها أو نزيد كمية السكر اللي نستهلكها، فلازم نكون يعني نستخدم كل شيء بتوازن واعتدال. فنستقبل الأسئلة إذا حد عنده أسئلة ممكن إحنا نجاوب عليها. حياكم الله. ذكرنا بعد بذور الكتان وبذور الشيا. بذور الكتان والشيا يعني تراها، أو حتى الأفوكادو ودهون الأسماك والمكسرات كلها تراها مصادر دهون.
يعني فيها سعرات حرارية، مو بمعنى أنها صحية معناه أني أنا أتناولها بكميات مفتوحة، لا، لازم نتناولها بكميات محددة ضمن احتياجنا اليومي. فمثلا بذور الشيا والكتان، يعني عندك ملعقة صغيرة مثلا ممكن تضيفينها للشوفان أو العصير السموذي اللي تشربينه الصبح أو لأي نوع من أنواع الأكل اللي بتاكلينه، مش أكثر من هذه الكمية في اليوم، لأن كثرتها فأنت كثرتها تزيد كمية استهلاكك للسكريات، للسعرات عفوا، فبالتالي أنت زدتي سعراتك الحرارية وما يعني بتستفيدين منها. بس مثلا إذا كنتي على نظام خسارة دهون فممكن يثبت الوزن إذا زادت الكمية. شو أفضل شيء للحفاظ على معدة سليمة وتحسين الهضم؟ هذا موضوع ثاني متشعب جدا، لكن بعطيك يعني خطوات بسيطة وسريعة. لازم تزيدين كمية البروبايوتيك أو البكتيريا النافعة في أكلك. ممكن تحصلين هذه البروبايوتيك أو البكتيريا النافعة على شكل حبوب في الصيدلية، طبعا مع استشارة الطبيب، ما تأخذينها بدون استشارة أساس نتجنب المضاعفات. ممكن تلقينها في الروب، وفي بعض أنواع الروب مزودة مدعمة ببكتيريا نافعة، يعني اللبن بعد نفس الشيء، وعندنا البقوليات، العدس، الفول، اللوبيا، الفاصوليا، كل هذه الأغذية بطيئة الهضم يعني تاخذ وقت طويل في الهضم، وبسبب انها بطيئة الهضم فهي يعني تزيد البكتيريا النافعة في الجسم في الأمعاء عفوا. فحرصي على انك انت تتناولين هذه الاشياء اللي ذكرتك اياها، وعلى وجه الخصوص عندنا الورقيات او الخضروات الورقيه، حاولي تكثرين منها، عادي لين 3 أكواب في اليوم، كوبين الى 3 أكواب في اليوم، على اساس انك انت تحسنين عمليه الهضم، وبيساعدك ان انت تحافظين على صحه المعده. القرفة مع مريض القلب، عفوا ما فهمت السؤال، هل الزنجبيل مفيد لعلاج القرحة وكيفية استخدامه؟ الزنجبيل حالة حال أي نوع من الخضروات، يعني أو هي عفوا الخضروات اللي هي مثل من الخضروات اللي فيها مضادات أكسدة بنسبة عالية، لكن هل هي فعلا تعالج مرض معين؟ في حال ان كان الشخص يعاني من مرض معين يفضل انه يتوجه للطبيب المختص في هذا المرض، لان احيانا شرب هذه الامور او تناولها بشكل او من غير دراسة ممكن تضاعف عندنا المشكلة. اول شيء احنا لازم نعرف شو اسباب القرحة عساس ان احنا نقدر نتجنب. فانا ما اقدر اقول لك خذي زنجبيل بهاي الطريقة او طريقة اخرى، لانه ممكن يسبب مضاعفات لاني مش ملمة بالحالة المرضية. عندنا هني بعد سؤال يقول شرب الماء على الرجال يساعد على تحسين صحة القلب ومستوى السكر في الدم، وكم لتر؟ الماء بشكل عام مفيد لتخليص الجسم من السموم، لكنه ويساعد في عملية الأيض وعملية الأيض. فشو هي عملية الأيض؟ الأيض هي حرق السعرات الحرارية والدهون في الجسم. فشرب الماء بكميات منتظمة، يعني كميات كافية، تساعد في أن نحن نحسن عملية الأيض في الجسم، فبالتالي بتزيد عندنا بترتفع عملية الحرق، فبالتالي بنحرق دهون وبنحرق السعرات الحرارية اللي استخدمناها اللي كلناها وتتحول طاقة. بخصوص كم لتر، يعتمد على وزن الشخص. بعطيكم معادلة سريعة تقدرون تحسبون فيها كمية اللي تحتاجونها. اضربوا وزنكم بالكيلو ضرب 30 بيعطيكم الكمية بالملي لتر، وتقسمونها على 100 أساس تطلع باللتر. وبعد عندنا ممكن الواحد يعني بعض البرامج يعني في التليفون ممكن تحسب لك الكمية اللي أنت تحتاجها بناء على نشاطك الرياضي، على وزنك، على طبيعة يعني حياتك، وتحدد الكمية اللي أنت تحتاجها.
كل شخص يختلف، يعني ما في رقم موحد للكل، يعني ما اقدر اقول كلكم لازم تشربون لترين، ما اقدر اقول كلكم تشربون ثلاثة، لان في حد نشاطه البدني اعلى يحتاج ماء اكثر، في مثلا وحدة حامل او مرضع تحتاج كمية ماء مختلفة، في اشخاص ما عندهم نشاط بدني عالي ووزنهم يعني وزنهم جدا قليل، ما اقدر اصير اقول له اشرب 3 أو 4 لتر، هنا ممكن يستي عنده تسمم الماء اللي هو احتباس الماء في الجسم، وفي بعض الاحيان نوع من انواع الاغماءات. وبعد عندنا نعم هذا كان فعلا الجواب. هل عسل التسمين المعروف له مضاعفات؟ علميا لا يوجد يعني دراسات تثبت على ان هذا العسل معتمد لمثلا عملية زيادة الوزن. يعني انا بتكلم من وجهة نظر علمية وبحوث يعني من جانب يعني تخصص، ما في اي دراسة تثبت ان هذه الانواع العسل تزيد الوزن، وما في يعني صحة على إثبات فاعليتها للجسم. ممكن تفيد أشخاص ممكن ما تفيد أشخاص، ممكن تفيد الشخص بس مجرد أن هي عالية بالسعرات الحرارية فبالتالي زادت الوزن، وممكن ما تفيد أشخاص ثانيين وتسبب لهم مضاعفات ثانية. فنحن أفضل نعتمد على النظام الغذائي مع زيادة السعرات الحرارية فيه، إذا بغينا نحن نزيد وزن الشخص مثلاً، إذا كان هو مثلا في نحافة أو غيره، نزيده من خلال النظام الغذائي والسعرات الحرارية ومن الأكل الصحي من المصادر الطبيعية. ما أفضل أن الواحد يروح حق هذه الأمور، خاصة إذا كان يعني منتج خارجي ما معروفة كل مكوناته، أو مش منتج مش معتمد. في حال ما كان عندكم أسئلة إضافية بنكون خلصنا جلستنا لليوم أو بثنا لليوم. أشكر لكم حضوركم وتفاعلكم. فتح الشهية للأطفال عمرها 6 سنوات، هذا بعد موضوع ثاني ممكن نحن نتطرق له في المستقبل، وممكن ترجعين لحساب الإدارة، عندنا كتيب ممكن تتواصلين مع الخوات في الدايركت في الإنستغرام بيفيدونك. عندنا كتيب خاص لتغذية الأطفال، وفي حال كان عندكم أسئلة مثلا يعني في مواضيع ثانية ممكن تكتبونها في الدايركت إنستغرام، ونحن كفريق إدارة تثقيف صحي والمثقفات إن شاء الله ما بيقصرون وبيزودونكم بالأجوبة أو الجواب المناسب، لأن كل حالة تختلف، ما نقدر نحن نعمم في خاصة في هذه الأمور بشكل خاص. أشكر لكم حضوركم البث اليوم، وإن شاء الله نلتقي فيكم قريب في مواضيع مختلفة ومتنوعة. كل الشكر لك.